There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. سلام، كي دايرين؟ مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه غنشارك معكم تحضيرات البيكنيك او النزهه. فاول حاجه غنصايب الكيك. خديت جوج بيضات وكاس ديال السنيده، كنطربوهم حتى كنحسوا على القوام اللي بغينا. كنضيفو كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب وكنطربو الجميع حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا. كنضيفو خنيشات الفاني، جوج خمارات ديال الحلويات، كنضيفو معلقه ديال القرفه وكنخلطوا الجميع. وكنضيفو الدقيق على حساب الخليط ديال الكيك، خصو يكون يجي القوام فحال هكايا، خصها تكون خفيفه. وكنضيفو ليها القرقع. صافي، من بعد كنكون ديجا سخنت الفران على درجه 180 درجه. صافي، كنضيف الخليط القلب ديال الكيك اللي ديجا دهنته بالزبده والدقيق، وصافي. وكندخلهم الفران حتى كطيب، كتجي فحال هكا محمره. ومن بعد صيفط هاد الحشوه هادي ديال البريك. الا بغيتو لا غوسيت كتبوا لي في التعليقات باش نشاركها معكم. ما بغيتش نشارك هاد الوصفات كاملين باش ما يجيش الفيديو طويل. فهاد البريك كيجي على شكل ورده، كيجي فحال هكا، جاوا زوين صراحه ومحمرين. واخر شيء هاد ميني بيتزا صيبتهم بالتون والفلفله والبصله، شويه ديال الزيتون والفرماج فحال هكا، جاوا زوينين ومحمرين ومفشفشين. الا بغيتو لا غوسيت خليوهم ليا في التعليقات. السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوني نهار جديد وفلوق جديد ان شاء الله. اليوم لقيتوني غنمشي لواحد الشلال انا وراجلي، غنجلسو تما نديرو بيكنيك. اوه كيال ديك بيس. فوصلنا للشلال، حتى هو الشلال دابا بدينا كنقيوه، حيتاش حتى واحد ما كيستعملو هاد الشلال هذا، كيسميه الشلال السري. حيتاش ملي كتكونوا دايزين الجنب ديالو في الطريق ما تيبان ليكمش، جا مخبي في هاد البلاصه هادي. وواحد السيد الله يعمرها دار هو اللي صايب هاد البلاصه هادي. فيلا جينا. واش لاده بيدي؟ واش لاده؟ واش لاده؟ شيمدي ما صمص كل يوم. Tamam. شكرا.
ايوا صافي الطبيله ديالنا جات فحال هكايا كما تشوفوا الكيك اللي صايبت وهاد الميني بيتزا زوقتها هكا بهاد الوريضات هادو وسميتو هاد البريك اللي صايبت فايلا بغيتو لا روسيت كتبوا ليا في الكومونتير وغادي نشاركو كليت ساليت كليت غير البيتزا صراحة مقدرتش ناكل البريك عرفتي شبعت البيتزا جات زبينة وهشيشة بزاف حنا باقي جالسين في الشلال هاد الشلال هذا واحد السيد هو اللي صايبو هاد البلاصة هادي كان غير فيها كان فيها غير سميتو هاد الماء هذا كان غير زعما الماء هو اللي كان بوحدو هنايا دايز وهاد البلاصة كان حتى واحد ما كيعرفها بلي راه كاين الماء كيدوز من هنايا ساكن في هاديك الفيلا اللي ليه هو اللي سميتو قال مدام هاد الشلال هذا يعني هاد المنظر زوين خاصو جلسة يكون شي جلسة إذا أي واحد جاي يجلس فيها يشرب الشاي ويستاز ما يتستمتع بالصوت ديال الشلال وهو صافي ناض من عنده غير زعما من عنده بليزير من عنده صايد هاد الشكل هكايا دار هاد الكراسة هنايا ودار هاد القنطرة هادي الصغيرة هنايا ودار هاد الجلسة هنايا ديال الطلة وكاينه جلسات ثانيه اللي كتنزلوا لتحت كاينه هاد الجلسه هنايا وسميتو داير ليه انا نمشي نوريكم فين داير سميتو داير حتى الشاي كيصايب الناس الشاي داير هنا واحد اللعيبه تيعمروا فيها اتاي كندير هنا السكر واتاي والكرارس واي واحد بغى كيجي كيعمر اتاي هنا فابر بلا ما يخلص الحق دابا السد حيتاش سميتو تسالى الصيف دابا لقيتها ديال الشتاء يعني تسالات السيزون البلاصه قريبه ليا انا ساكنه ليه نصور لكم هنا دايزين هنايا ما كتبان لكمش بلي راه كاين شلال هنايا مصايب هادشي كيوت صغير وكيوت صراحه ني قال لي راجلي عندك هاد الخشب هذا يكون درشه زدقي طايحه في وسط الماء تخيلوا نطيح في وسط الماء هادي اين الشاية اين نيوسن ليدن كيعجبني هاد الورق هذا شوفوا على منظر راجلي قلت لي اجي دابا دابا اجي صورني هنايا شوفوا على منظر غزال صراحه هاد الشلال هذا كيجي من واحد العين الفوق يعني هاد الشلال هذا صالح للشرب فوق هاد الشلال كيطلع الفوق جهه الجبل هاد البلاصه كما قلت لكم قريبه ليا الدار بزاف تقريبا واحد جوج دقائق اصلا هاد البلاصه هذه فيها غير سميتو تيكونوا فيها غير الناس اللي كيدوزوا الصيف ديالهم هنايا يعني قليل اللي كيجي لهاد البلاصه هذه ايوا صافي قبل ما يظلم الحال غادي نرجعوا للدار
حيتش راه بدا كيظلم الحال وما كاينش الاضاءه هنايا. كاين الاضاءه لهي حق ما تجتش في هذه البلاصه هذه. وكاين الناموس الناموس اش كيقول لهم شنو هذيك اللي كتقرص شنو سميتها الناموس هو اللي كيقرص وقيله. ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين. ايوا صافي بدينا كنجمعوا الكيكه غير جبتها وصافي ما كليناهاش. جبت هذيك الطوموبيله صغيره قلت لكم الباك قريب ليا. هاد البلاصه هادي كتخرج للبحر قلنا ندوزو للبحر قبل ما نمشيو للدار. البلاصه مظلمه هادي كاينه تحت الشانطي. هادي كيت اركب عطيتو هذيك سميتو البريك ومشى خباها ليه ما كلاهاش خباها يعني حتى يجي الجوع عاد غيجي ياكلها. شو سبحان الله. قلنا غير نطلعوا على البحر نشوفوا كي داير الجو ديال البحر منا نسمعوا شويه ديال الموجات ديال البحر. صافي عجبنا الحال راجي مشى للدار باش يجيب الكرارسة. صافي غنجلسوا هنايا حتى يظلم الحال عاد نرجعوا للدار. صراحه الجو بزاف الموج ديال البحر واش ميتو حتى المنظر ديال السماء غوز بيبي وبيض ديال السماء. سميتو داك الشيء اللي ما كليناش صافي غادي ناكلوه هنايا. اصلا البحر كاين قدام الدار يعني الدار ما بعيداش علينا بزاف واخا نتعطلو ما كاين مشكل يعني غندوزو غنمشيو للقنطره. هادي البخيرة واش تيقول ليها البخيرة عرفتي اش كيقول ليها دايرينها هنايا جات زوينة ني تفرجت عليها وحطيت داكشي جات زوينة راجلي تعطل. وكاين فهاد البلاصة حتى شي واحد كاين الناس الهين وكالس كيتسناني. يرمسيني يرم ميتو لقيتو راجلي يلاه جا جاب الكراسي. هادو اصلا كنستعملوهم في البحر ولكن كاملين كتعرفوهم انا ديالي في الحمر وديالي هو في الزرق انا الانوثة. وقالت لي كنستمتع بالوقت ديالنا. شوفوا الكلب راه باقي تابعنا ما سخاش بينا وقيله. صراحه نبغي نديه ولكن عندي القطه قبيحه ما تتحملش الكلاب. حيت حنا غاديين للدار وصلنا اصلا وك لي زيت على فيديو. هادي هادي اولم يوري هادي قال حيت انا يلا رجعت للدار لقيت الكبيده ديالي طلقات ليا في الباب نوض. وي رمسيني وي راسي سكلدن بين دير ما سكلدن. صافي لقيتوني رجعت للدار دابا غادي نمشي نصلي حيتاش المغرب اذن. فصراحه داز النهار زوين بزاف واكيد ان شاء الله غادي نعاودو غير ما كانش الوقت وصافي. كيعجبني نمشي بحال البايص بحال هكا للشلالات في وسط الطبيعه وداك الشيء. كاينين شلالات زوينين بزاف حق بعادين شويه دابا نمشي لهم ان شاء الله واكيد غندير لكم تما لي فيديو. فكما قلت لكم كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت اعجابكم ولا عجبتكم فحال ديما ما تنساوش تخليو ليا لايك وتعليق وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي وتهلاو ليا فراسكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بالسلامه.